ولذلك لما استقر في أذهان هؤلاء أن هناك نوعا أو ضربا من المشابهة بين المخلوق والخالق ظلوا في هذا الباب، ولذا نفوا كثيرا من الأسماء والصفات ظانين أنهم بهذا نزهوا الله عز وجل، فيقولون مثلا لا نثبت له اليد حتى لا نثبت له جسما، لا نثبت له بصرا، لا نثبت له سمعا. سبحان الله، لا تثبتون له لا سمعا ولا بصرا، هذه صفة نقص. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تحقير الأصنام عند أبيه، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء.